الدم السال في مصر بإرادتنا وبفلوسنا وبدعمنا وتحريضنا ومباركتنا. شنو اللي قاعد يصير انتم؟ دماء الله عز وجل إلى زوال السماوات والأرض أهون عند الله من سيفك دمي عبد مؤمن، وانتم قاعد تسبكون دماء 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 المسلمين، يصلون ناس يتهجدون الناس. تعرف في ثقافتنا احنا قتل الناس الأبرياء لابد لها عند الله عز وجل من ملبي. انتم تذبحون الناس تمشون بالطريقة. نعم بس يقول لك دول الخليج عندها خوف من جعلهم الاخوان المسلمين، جعلهم ما يؤمنون اذا بهالطريقه هذه من جماعه الاخوان المسلمين اللي زعزعت الامن في منطقه الخليج. يا ابو علي هذه وجهه نظر انقلها لك. اليوم انظمه الخليج ما تحركت في هذا الامر الا ان السكين وصلت للعظم بسبب جماعه الاخوان المسلمين. الله لا يمنهم، كانهم بيذبحون دماء الناس ذبح الشياه. جماعه الاخوان المسلمين صار لها 80 سنه لا ذبحت احد ولا سوت انقلاب في اي مكان، وصلت الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، وصلت الحكم عن طريق صناديق الاقتراع في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي المغرب، ولا يوم عندهم انقلاب واحد. كل القتل صار عندكم انتم. يجب انا ماني من الاخوان المسلمين، وكنت قبل 4 شهور ضد الاخوان المسلمين، وقاعد عندكم هني واسب الاخوان المسلمين، صح ولا مو صح؟ ماني من الاخوان المسلمين انا. لكن تقتلون المسلمين تبون نوقف معاكم؟ لا والله ما نوقف معاكم، لا والله حنا ضدكم، لا والله هذا الامر اللي قاعد تسوونه انتم بحرام، زرام، زقوم، لعنه الله على من يقتل مسلم. شو الحكي هذا؟ فوضى هي تقتل الناس؟ انتم على بالكم تذبحون الناس؟ تشوفون من اللي ذبح الناس؟ هل احد من المملكه العربيه السعوديه ولا الامارات ولا البحرين قتل احد في مصر؟ ما لهم شغل مصر. بعد 20 دقيقه من الانقلاب بيان سعودي يؤيد الانقلاب، 20 دقيقه ما اصبح ده الصبح يعني؟ هذه القضيه، من دراكم ان في انقلاب؟ في تآمر بالقضيه هذه. الانقلاب لما حصل زين واضح ان انقلاب، الدبابات بالشوارع وذبحت الناس. ايه هذا انقلاب. انقلاب على شنو؟ على الدستور مستفتى عليه من الشعب، على مجلس برلمان منتخب من الشعب، على رئيس منتخب من الشعب. بعدين اي كلام تقول لي غير هذا، هذا عمل ايش تسميه؟ هذا عمل دموي انقلابي. بالانقلاب ما في شيء اسمه منطق. اوكي اوكي بعد يعني الحين انا افهم من مجمل كلامك اللي قلته ان سبب اليوم الخلاف القطري الخليجي للدول الثلاثة اللي هي الامارات والبحرين والسعودية بسبب موقف قطر من موضوع مصر. مو موقف قطر من مصر، سبب فشل الانقلاب في تثبيت اقدامه. وهم يتهمون هم زين شكل قطر في الموضوع. قطر اسعد السفراء اذا تقول هذا الكلام صحيح. مني. قطر ما لها علاقه الا انها سامحه لقناه الجزيره تنقل ما يحدث في مصر. كون الناس يشوفون ما يحدث في مصر معنى ذلك ان الانقلاب مو ثابت، معنى ذلك ان الانقلاب من فشل الى فشل الى فشل الى فشل، معنى ذلك ان الدوله المصريه الان تنتهب وتسرق، واموال الخليج تسرق في مصر ومساعدات الخليج تسرق في مصر، والانقلاب سيفشل. هل الحقيقه هذه مخ الخليجيين المغلق اللي مو متعود على الحريه، مو متعود على الراي الاخر، هل مخ هذا يبي يقول سكر ادوات الاعلام وخل مصر تطبخ لين احنا نقضي عليهم بالذبح والقتل والتشريد بالطريقه هذه؟ حجي الحقيقه سحب السفراء شيء واحد، وهو فشل الانقلاب في مصر. الانقلاب فاشل وسيفشل، وسيعلق القضاة على المشانق، وسيعلق قادة الجيش على المشانق، وسيعلق الدجالين على المشانق، ويروح ندفع حنا في الخليج ثمن بيعنا لكرامة المحلية. أكو رئيس محكمة دستورية يقسم على 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 على, على, على الانقلاب؟ أكو رئيس محكمة دستورية ومجلس القضاء الأعلى يقسمون على الانقلاب؟ أي هم ما يعتبرون انقلاب، وجهة نظرك انقلاب، لكن هم وجهة نظرهم هذولي 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 هذا القضاء. هذا القضاء الملجأ للاختلاف. نعم. شلون يؤيدون انقلاب على 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 شلون يعزلون الرئيس؟ رئيس منتخب، برلمان منتخب، ومجلس شورى منتخب، ودستور مصوت عليه.